مو معقول قديشكم مبسوطين ببيتكم السخيف هاد. من هلأ ورايح ما رح خلي حدا ينبسط. مو بس أنا أزعل، هالبنت وابنها ما حيفوتوا على هداك القصر. عادن علي، أول شي لازم تخسري ابنك، هيك منكم متساوي. كأنه نفعك كتير غيابي عن البيت، شايفتك رايق عدنان. بلا هالحكي يا زادة. ألف خاطر إجوا ببالي مشان جوزي اللي ما تنازل وإجا يزورني أو يتطمن ولا حتى مرة واحدة. شو كان حيتغير لو إجيت؟ شو كان فيني أعمل؟ أحكي. بتعرف كبرتك بعيني أكتر من اللازم، فهمت هالشي منيح بهاليومين. ما عدت بنظري الحبيب اللي حبيته وتخليت عن كل شي بهي الدنيا كرماله. شايفك رجعتي للي كنتي عليه أزادة؟ لا لا، ما رجعت لشي أبدا، بالعكس صار الوقت اللي أخلص فيه من هالشغلات وأتجاوزها. تصبح على خير عدنان. خير. سينا، أنت زعلان على أمك مو هيك؟ بعرف، وما كنتوا هيك أنت وفريد أبدا. أكيد هذا الشيء أثر عليك هلا. كانت أمي حامل فيه، كنت كل يوم الصبح روح ألمس بطن أمي. طول التسع شهور كنت فكر كل يوم إنه ممكن ينولد. على كل حال ولد. أول شي عطوني إياه بشع كتير وعيونه كبيرة كمان، صار حلو بعدين. ولك هالولد أنا كنت أحميه من أمه وأبوه. ضربوا ولد بالمدرسة، رحت ومسكت الولد وبدي اخنقه، كسرت له تمه وانفه. اجى عصب علي قال لي شو انت من رجال عصابات ليش تضرب ولد غريب؟ قلت له لك ابني، اذا شوكه بتغز بايدك انا بتوجع، هذا شي بيوجعني انا. بعد هلا لا يا فريد، انا تغيرت، ما كان لازم تعمل هيك بأمي. بعد هلا ما لك أخ اسمه سنان يحميك وصحح أغلاطك كمان. خلصت أخوتنا. خير ما عملت سنان؟ في حدا عاقل بيبلغ عن أمه؟ أنت الكبير وأكيد لازم تفرط حالك شوي. بإيمان أنا عم بتوجع. بعرف وبفهم،